11 شهرا منذ أن انطلقت التظاهرات في العراق في ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد وفي محافظات الوسط والجنوب. استقالت حكومة عادل عبد المهدي ترأسها مصطفى الكاظمي، هدأت الأوضاع نوعا ما. اليوم تنطلق دعوات في داخل بعض التظاهرات لرفع السلاح ردا على اغتيال طال عدد من النشطاء بعد قرابة العام. ما الذي يريده متظاهر العراق؟ هذه هي ساحة التحرير وسط بغداد، تضم خيام المتظاهرين بين مبنى المطعم التركي ونصب الحرية وجسر الجمهورية. يقول هؤلاء إنهم باقون في الشارع فمطالبهم لم تتحقق ولن تقتصر على منح مالية تدفع إلى عوائل ضحايا التظاهرات. هذه ساحة تتشابه مع ساحات الحبوب في ذي قار والساعة في الديوانية جنوب العراق. محاكمة المسؤولين الفاسدين، قضاء على الفساد، يعني أشياء عامة مو أشياء خاصة. أطلقت حكومة الكاظمي تحريات عن عمليات اغتيال استهدفت ناشطين ومنسقي تظاهرات أو فاعلين فيها، لكن دعوات لحمل السلاح وأخرى للتدرب عليه لمواجهة مستهدفي المتظاهرين بحسب منشورات لعدد من الشخصيات الفاعلة في التنسيقيات جوبهت برفض واستنكار لما عد استدراجا لحرب أهلية. لن ندعو، بل سنتصدى لجميع من يحاول حرف هذه الثورة عن سلميتها، لأن انحراف هذه الثورة وانجرارها إلى حمل السلاح يجر البلد إلى اقتتال داخلي لا تحمد عقباه، يدمر البلد. هي التظاهرات إذن وقد اقتربت من إكمال عام في شوارع العراق. أبناؤها يصرون على البقاء أملا في استمرار ممارسة ضغط شعبي على الحكومة ومجلس النواب، فيما تجزم قوى سياسية بأن الاستثمار الخارجي ضد الأحزاب العراقية والداخل على خط المطالب المحقة بلغ مستويات خطرة قد لا يتوقف عن دعوات التسليح أو لا تعرقله أو توقفه براءة المتظاهرين من دعاة التسلح. وبين هذا وذاك ما زالت جسور الثقة بين شارع بعينه والقوى الفاعلة مغلقة لم تفتح. عبد الله بدران، بغداد، الميادين.